أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. جديد مارت رمضان ديمير اليوم من كواليس تصويره داخل قصر مسلسل طائر الرفراف، وهذا فيديو آخر له وهو عندما يخرج من المكان. وتواجد كل من مارت رمضان ديمير وأفرا سرات أغلو داخل القصر اليوم، وكانت سيارة أفرا موجودة أيضا. وهذا فيديو آخر لأفرا تحيي به الجمهور اليوم أثناء خروجها من قصر المسلسل مغادرة المكان. وركبت أفرا بسيارة مارت اليوم، ففي يوم أمس غادرت أفرا ومارت بسيارة أفرا، واليوم غادر ثنائي بسيارة مارت سويا. وقالت واحدة من معجبات الذين تواجدوا في موقع التصوير، قالت إن مارت في البداية هو من خرج وانتظر أفرا في سيارته لبضع من الدقائق، وبعدها خرجت أفرا وركبت في سيارة مارت وغادر الثنائي المكان. وهذا الفيديو يبين عدد الجمهور المتواجد في موقع التصوير المحب للثنائي أمام قصر مسلسل طائر الرفراف. شكرا للمشاهدة، نلتقي إن شاء الله بفيديو جديد، إلى اللقاء. Mart. Perché mi sto la tira qua, ma? Lui. È bello. Mart. No, 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 no